انا عبد الناصر زيدان اؤكد لك، عمر اتصور في الاهلي وعمل جلسة التصوير، عمر استغنى بتاعه وصل، عمر دلوقتي في 3 ناشئين رايحين بدل صلاح محسن. الاهلي يوقع عقوبة مع صلاح محسن وسيعلن خلال ساعات ان عمر موجود في القائمة المحلية لنهاية الموسم، تمام، ولن يكون في القائمة الإفريقية. اوكي، بس انا عايز اقول لحضرتك حاجة دلوقتي. انا بحب الخناقات المعلموتية دي، خلي بالك، وانا بحبها جدا، واحنا على طول يعني انا بحب ادخل معارك المداخلات عشان كده. لكن برضه يا كابتن عبد الناصر لازم نفتكر ان حضرتك وانا في مداخلة معاك قلت لك فتوح لن ينتقل الى الاهلي، وفتوح بالفعل حصل وكسبت مني الرهان وكسبت. ما انا عشان كده بقول لك قول اللي انت عايزه، ما انا انت كسبت الرهان. شوف انا بعترف على الهوا، 1-0. قلت لك مستحيل، قلت لي لا في الزمالك.